بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما دوزنا الجزء الاول، الجزء الثاني ان شاء الله فيه الكمالة ديال الزواق. كيف ما تتشاهدوا، بعد ما كملنا السطر الاول من الاقواس ديال الاربعة، درنا في الجهة الاخرى قوس قبالة الاخر، تكملناهم باربعة، ودروكا تنديروا القوس بين هذوك القواس في الجهة المعاكسة. وبلا قلت لكم خليو ما بين القوس والقوس واحد شويه فارغ، ما يكونش القوس مزاحم مع اخوه، على اساس باش الراس ديال هذا القوس هذا كما تتشاهدوا الان يكون بيناتهم. نتمنى تكون المعلومه مفيده، ونتمنى تكون وصلت. القواس الاولانيين تنخليو واحد الفراغ كما تتشاهدوا بيناتهم، على اساس دروكا حيت تنجيو لهذا القوس الثاني تنديروا الراس ديالو في هذيك البلاصه اللي خاويه كما تتشاهدوا. وحيت تنبغيو نضربوا القوس تنمشيو لجهه قريب الراس كذلك ديال القوس اللي قبل، من تماك تنخرجوا كما تتشاهدوا الان. والراس ديال القوس تناخدوه في البلاصه الخاويه اللي كنا قلنا تبقى خاويه ما بين الاقواس. وتنعمروا القوس ديالنا كما العاده، بعد ما غادي نعمروا القواس ديالنا بحول الله. قلنا كي جاتكم الخدمة الله يجازيكم بخير، في لي كومونتير ديالكم واش نستمروا في العمل ولا نحبسوا، واش هادشي زوين ولا دول المستوى ولا في المستوى ولا مستوى عالي. نتمنوا من الله تعطيونا واحد الميزة فما كان الرأي ديالكم راه مرحبا به، الله يجازيكم بخير. وكيف ديما ما تنساوش الدعوات لبعضياتنا، واللي خدمات شي جلابه ديالها بهاد الزواق ولا سميتو ما فيها باس ترميها في لاباج ديالنا في الفيسبوك اللي فيها تعليم زواق البرشمان كذلك في الحسوك. هاكا راه حنا كملنا كما تتشاهدوا تناقدو، راه الفيزلين اللي قلت لكم مصلوح، راه هو مصلوح على جلابه من الخلف. بعد ما نعقدو الخيط ديالنا هانتوما تتشاهدو، وفي الأخير الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هذه هي اللي تتكون ما بين الزواقة والزواقة. السلام عليكم ورحمة الله.